أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد ولكن أكثركم للحق.
الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم
وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقولون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماء وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله.